حبايبي الحلوين الصغيرين، فيديو جديد النهاردة هنرسم مع بعض شخصية تويتي، يا رب تكونوا بتحبوها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير الفيديو، سيبوا لي كومنت من كومنتاتكم اللي بتسعد، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زي ما بنشتغل في اي فيديو بنرسم الشكل بتاعنا بالرصاص بخط خفيف، بنحدد مكانه فين في الورقة، بعد كده نبدأ نتقل عليه، نرسم ملامح، نحط كل التفاصيل، وبعد كده نبدأ نلون أو نحبر بالحبر. انا كده حددت مكانه في الورقة بتاعتي، هبدأ بقى احط تفاصيل الرسمة نفسها، الصوابع، هحط العين، المنقار بتاعه والديل، وهنحط كل التفاصيل بتاعتنا، وبعد كده نبدأ نحبره. اتفقنا ان الشخصيات الكرتونية معظمها بيبقى متحبر بالقلم الحبر او بقلم اسود تقيل قبل ما يتلون. انا مش هسرع الفيديو في التحبير او اللي هو في الرسم بالقلم الحبر، عشان اللي مش واضح بالنسبه له الرصاص يقدر يمشي ورايا خطوه خطوه وانا برسم بالحبر.
كده خلصنا خلاص، نبدأ بقى نمسح كل الرصاص اللي اتفقنا ان احنا بنعمله بخط خفيف خالص عشان بعد ما نمسح ما يبقاش باين او يضايقنا في التلوين بعد كده لو خط محطوط في مكان غلط. ونبتدي نلون، وزي ما بقول لكم كل مرة اللي ما شافش درس ازاي نلون صح يرجع يشوفه تاني. هنا انا مسرعة الفيديو لكن احنا بنلون بالراحة وعلى مهلنا، نستعجلش في التلوين ونحاول ما نخرجش بره، كله في نفس الاتجاه وما نسيبش اي فراغات بيضة. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم ويكون سهل بالنسبه لكم تقدروا تطبقوه. ما تنسوش اللي ما عملش لايك للفيديو يعمل، اللي مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل، ولايك وشير للفيديو، سيبوا لي كومنت من كومنتات كله تساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عايزين اي شخصيه من الشخصيات الكرتونيه اكتبوا لي في التعليقات وانا اعملها لكم فيديو لوحدها ان شاء الله. اشوفكم فيديوهات تانية كتير على خير.